نبدأ بالكلمات البصرية. سوف أقرأ ثم تردد من بعد. اللذان، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. أعيد. اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. حسن جدا. الآن سوف أعرض عليك الكلمة ثم تقرأها. اللذان، جيد. اللتان، حسن جدا. الذين، أحسنت. أخيرا اللواتي، جيد، جيد جدا. الآن ماذا تلاحظ في هذه الصور التي سأعرضها عليك؟ الصورة الأولى قط، جيد. الثانية بقرة، حسن جدا، أحسنت. الثالثة قرد، مجموعه قرود، إذن ألاحظ قرود أو قردة، يكون في السماء، نعم قمر، حسن جدا. الآن سأعيد قراءة هذه الكلمات ثم أنت ستستمع جيدا وتقول لي ما هو الصوت الذي يتكرر في هذه الكلمات. قط، قط، قرود، قرود، بقرة، بقرة، قمر، قمر، جيد. هو حرفه، هو صوته ق، ق أو ق أو ق، حسن جدا. الآن سوف تردد معي نشيد حرف القاف. أنا القاف، أنا القاف، في الحلق أستقر، كالصاروخ أنطلق عند النطق المعبر. هيا ردد. أنا القاف، أنا القاف، في الحلق أستقر، كالصاروخ أنطلق عند النطق المعبر. مرة أخرى. أنا القاف، أنا القاف، في الحلق أستقر، كالصاروخ أنطلق عند النطق المعبر. حسن جدا، أحسنت. الآن ما المقطع الذي تبتدئ به هذه الكلمات؟ ما هذا؟ قنينة، قنينة. إذن بماذا تبتدئ؟ تبتدئ ب ق، جيد، حسن، ق. ما هذا؟ قفاز، قفاز. استمع بماذا تبتدئ؟ قفاز، نعم تبتدئ بق. هذا يسمى قنديل، قنديل. يبتدئ بماذا؟ بأي صوت؟ ق، أحسنت، حسن جدا. الآن لنتعرف، سوف ترفع يدك عندما تسمع صوت القاف، ق أو ق أو قي. نعم لنبدأ. نعم الصورة الأولى قنينة، ترفع يدك أم لا ترفع؟ قنينة، أحسنت، أرفع. مقص، مقص،
حسن جدا، أرفع يدي. الصورة الثالثة، مدرسة، مدرسة، لا أرفع يدي. جيد. الصورة الرابعة، كتب، كتب، نعم لا أرفع يدي. الصورة الخامسة، قوس، 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 نعم أحسنت، أرفع يدي. والصورة الأخيرة، مكتب، مكتب، إذا لا أرفع يدي لأنه ليس فيه صوت قاف، صوت ق. جيد. الآن لاحظ معي، هكذا يكتب حرف القاف في أول الكلمة، يكتب هكذا، وفي وسطها هكذا، وفي آخرها هكذا. إذن أعيد، في أول الكلمة هكذا، في وسطها يكتب هكذا، في آخرها يكتب هكذا. جيد. نعم، في أولها، في وسطها، في آخرها. الآن بعد أن تعرفت على حرف القاف، أين يوجد حرف القاف في هذه الكلمة؟ هل في الوسط أم في الأول أم في الآخر؟ إذن أعيد، هل في أول الكلمة أم في وسطها أم في آخرها؟ صقر، أين يوجد؟ نعم، إنه في الوسط. قلم، أين يوجد حرف القاف؟ نعم، في أول الكلمة أو بدايتها. صندوق، صندوق، الحرف أين يوجد؟ نعم، في آخر الكلمة. قنفذ، قنفذ، أين يوجد الحرف؟ في أول الكلمة. أحسنت جدا. جيد. الآن سوف ننطق حرف القاف، ردد معي. ق، ق، قو، قو، قي، قي. أعيد، ق، قو، قي. جيد. الآن سوف أعرض عليك مثالا لكلمات أو لمقاطع، ثم ستدمجها كما في المثال لتحصل على كلمة. مثلا هذه الكلمة، قلم، قلم، نعم، وهذه فريق، أحسنت جيد. والثالثة، قمر، جيد. تابع، مقابلة، جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات الخاصة بالمستوى الأول ابتدائي. موضوع درسنا اليوم هو تعرف الأعداد من 51 إلى 99، ونهدف من خلال هذه الحصة إلى تعرف الأعداد من 0 إلى 99 وتوظيفها تسمية وتمثيلا وكتابة رقمية وحرفية، بالإضافة إلى تعرف كتابات مختلفة للعدد نفسه وتعيين موقع عدد صحيح باستعمال وسائل مختلفة كالشريط العددي أو الشبكة.
وكما تعودنا في بداية كل حصة مع الحساب الذهني، نقوم بقراءة الأعداد الموجودة داخل البطاقات بطريقة سريعة وسليمة. إذن بدأوا بقراءتها. عشرة. إذن أحسنتم، جيد جدا. ننتقل الآن إلى النشاط الموالي. سنقوم بإضافة بعض بطاقات هذه الأعداد إلى العدد 30، فنقول 1 + 30 = ممتاز 31، 3 + 30 = نعم 33، 5 + 30 = نعم 35، الآن 7 + 30 = ممتاز 37، وأخيرا 9 + 30 = حسن جدا 39. إذن بعد الحساب الذهني سننتقل إلى النشاط الأول. سأقرأ عليكم وضعية النشاط الأول. تجمع لدى فاطمة مجموعة من البيض في السلة وأرادت أن تحسب عددها، لذلك قامت بترتيبها في علب تسع كل واحدة منها 10 بيضات. لنساعد فاطمة على حساب البيض الموجود عندها. إذن بعد أن قامت فاطمة بترتيب البيض في العلب، حصلت على ما يلي: علبة أولى بها 10 بيضات، العلبة الثانية كذلك بها 10 بيضات، العلبة الثالثة بها 10 بيضات، العلبة الرابعة كذلك بها 10 بيضات، ثم العلبة الخامسة بها كذلك 10 بيضات. وكما نلاحظ هنا، فقد تبقى لفاطمة مجموعة من البيض، هو 1 بيضة 1 بيضتان، 3 بيضات، 4 بيضات، 5 بيضات، و6 بيضات. إذن تبقى لها 6 بيضات. إذن كم هو عدد البيض الذي تتوفر عليه فاطمة في سلتها؟ هذا ما سنجيب عنه في المرحلة الموالية. نعم، كما تعرفنا سابقا فقد حصلت فاطمة على 5 علب من 10 بيضات وتبقى لها 6 بيضات. سنقوم الآن بملء الجدول التالي، حيث سنحدد عدد العشرات ورقم الوحدات. فنقول: كم من 10 وجدت فاطمة؟ جيد، إذن 5 عشرات، لأن عدد العلب هو 5 وكل علبة بها 10 بيضات، وبالتالي سنكتب 5 في رقم العشرات. الآن كم تبقى لفاطمة؟ نعم 6 بيضات، إذن سنكتب في رقم الوحدات رقم 6.
إذا 5 عشرات و6 وحدات سنحاول كتابتها على شكل كتابة جمعية، فنقول نعم 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10، إذا 10 5 مرات. ثم نضيف عدد البيض المتبقي والذي هو 6. نعم، سنحاول حساب مجموع هذا البيض، فنقول 10 زائد 10 تساوي 20، نضيف لها 10 فنقول 30، ثم زائد 10 تساوي 40، زائد 10 تساوي 50، ونضيف رقم الوحدات 6 فنحصل على العدد، ممتاز، 56. سنحاول كتابة هذا العدد كتابة حرفية، إذا ماذا سنكتب؟ نعم أحسنتم، 56، ممتاز. إذا كإجابة على السؤال الذي طرحناه، فعدد البيض الذي تتوفر عليه فاطمة في السلة هو 56 بيضة. ننتقل الآن إلى النشاط الثاني. بالنسبة للنشاط الثاني، سنقوم بحساب عدد العشرات في المجموعتين معا، وكذلك عدد الوحدات في المجموعتين معا. سنبدأ بالعشرات، فنقول 50، لأن المجموعة الأولى بها 5 قطبان، وبالتالي فخمس قطبان تعني 50، زائد عدد وحدات العدد هو 7، لأن عدد تربيعات المجموعة هو 7. ننتقل للعدد الموالي، نعم سنكتب 30، لأن عدد القطبان هو 3 وكل قضيب به 10 تربيعات، وبالتالي في العدد هو 30، زائد نعم رقم 2، لأن عدد التربيعات هو 2. الآن سنقوم بجمع العشرات ثم الوحدات. سنبدأ بجمع العشرات، إذا 50 زائد 30 يساوي نعم 80، أحسنتم. الآن سنجمع الوحدات، 7 زائد 2 تساوي جيد 9. الآن سنجمع 80 زائد 9 فنحصل على العدد 89، أحسنتم. سنقوم بكتابته كتابة حرفية، فنقول 89، أحسنتم، نعم هو العدد الذي سنحصل عليه. رد نوريست مسيرت نوم صواد، رد نزر مسينا وميم إتمرت خفاء ومرار للدري لا تزا ناس تمرت أدرت توم أعزرين نغ مدى سنة تمرت أدرت توم أعزرين نغ ألساتاس أيوز النون أدرت توم أعزرين نغ غيلاد رنزري ستغري رد نزر تاوين ستاد أدرت توم أعزرين نغ منو تقولي وين أدقيسي لان أيوز نون لان دقيس سموس نتقولي وين تم زواروت أد أور تتوم أعزري النغ أيوز نون ألستس أد أور توم أعزري النغ أد نظر تقوري أنت توم رد نظر مديقة وسكيلان
أسكيلان إيغا يي مديغا إيغا يي أيوز نون راد نظر تاقوريتي السناد نظر أسكيلان مديغا أسكيلاد إيغا يا أسكيلاد إيغا يا أيوز نون أد أور تتوم أعزري نغ أد أور توم أعزري نغ غلاد رنمتي ستفلويت انتغري رد نغر تاوينست أد أسنالس أد أور تتوم أعزري نغ رد نظر تاقوري اللي غلا وسكيل تتوم تتوم تت يي 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 تتوم تاقوري دي سنات أعزري أعزري يع ع عو عي أعزري أدنالس إتغري نتوينست أد أور تتوم أعزري نغ أد أور تتوم أعزري نغ غيلاد راد نظر كرنت ولافين نيني مادقاند تولف تمزواروت راد نغر تاقوري مادقا وسكيل اللي رانق اختو قاوت أيوز أعزري أعزري تولف تيسنات أد نغر تاوينست نظر ما نسكيل أراد نقخ توقوت نقريار ديام يا أرعم أيوز نون أرعم تولفتي سكرات أراد نغر تاقوري نسي قل سوسكيل اللي أراد نقه أخ توقوت إيقات يا أعديس أعديس راد نزري صدرت ولافتي سكوزد نغر تاقوري نظر مراد داغنق اختو قاوت راد قيسنق يي أيزنون أفرطو الطو أفرطو الطو تاولافتي سموزد راست نظر نغر تاقوري نق أسكيل اختو قاوتنز ممي ممي تاولفت تمكروت تي صديست راد نظر تاولفت نظر مارد نق اختو قاوت نتقوري راد قيس نق يي ايوز نو زمم زمم رادالس غتي غري نتولافين تاولفت تمزواروت اعزري ارعم أعديز أفرط الطو ممي زمم ولكن نيت صدار ما تسي قلم سيقوري وين لغلا يع ديي غيكا دقات مسيرة النغة أركن سمبارس سيمغور تنميرت النونة